ما رأيكم في التجارة المستترة حيث يحضر التاجر العمال من الدول الآسيوية وغيرها ويسرحهم ليبحثوا لهم عن عمل في عمان مقابل أن يسلموا له مبلغا شهريا؟ من حيث الحكم الشرعي قبل أمر السياسة الشرعية، من حيث الحكم الشرعي لمن يأخذ مالا وهذا المال الذي يأخذه من طرف آخر دون أن يبذل في حقه شيئا وإنما الطرف الآخر هو الذي يقوم به، هذا أكل للمال بالباطل ولا يجوز. من يأخذ 20 ريالا ولا يعلم عن حال ذلك العامل شيء ولا يقوم بأي عمل في شأنه سوى أنه يعطيه 20 ريالا آخر كل شهر، هذه 20 ريالا محرمة وهذه سحت لا تجوز، بل قد تؤول إلى الربا. لكن يمكن للإنسان أن يأتي بالعامل، أن يتابعه، أن يعمل، أن يعرف أعماله، أن يذهب، أن يتعاقد معه، وأن يأخذ 20 ريالا على متابعته، على أعماله، على تفقده، هذا لا مانع منه لأنه يأخذها في مقابل عمل. أما أن يأتي بهم وأن ينشرهم في البلد هكذا وأن يعيث كثير من هؤلاء فسادا في الأرض، أن يشتغل كثير من هؤلاء بأعمال تضر المجتمع، فهذا كله لا يجوز وصاحبه آثم، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وهؤلاء الذين ليس لهم نشاط معين، هؤلاء في كثير من الأحيان لا يتقيدون بقانون، هؤلاء في كثير من الأحيان قد يضرون الملتزمين بالقوانين، قد يضرون الملتزمين بما يشترط في الأعمال وفي المهن. لذلك قد لا تجد في أعمال هؤلاء كل الشروط التي تطلب لصحة الناس وغير ذلك، وإنما هم يريدون أن يكسبوا أكثر مال ممكن لأنهم بعيدون عن الرقابة. هؤلاء لم يجرؤوا على هذه الأعمال السيئة إلا بسبب من هذا الإنسان الذي سرحهم ولم يلتفت إليهم ولم يراقب أعمالهم، إذن هو المتسبب في هذا الإثم وفي هذا الضرر. فكل ما وقع فيه هؤلاء من إضرار بالآخرين فإن هذا الذي ينشرهم يتحمل جزءا من هذا الإثم الذي يقوم به هؤلاء، والله تعالى أعلم.